اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج المسيح من هو. حلقتنا النهارده عن كلام مهم قاله المسيح وهو بيصلي في انجيل يوحنا اصحاح 17 وعدد 3. كان بيصلي كده وبيقول الكلمات المهمه دي، بيقول: هذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. سؤال حلقتنا النهارده، هو بيصلي للاب وبيقول له الحياه الابديه ان الناس تعرفك انت الاله الحقيقي وحدك، ومش بس كده لكن يعرفوا يسوع المسيح الذي ارسلته. فهل معنى الكلام ده ان المسيح مش هو الله؟ لانه بيقول للاب انت الاله الحقيقي وحدك، مش بس كده بيقول له انت ارسلتني، فازاي يكون هو الله برغم ان الله ارسله؟ تعالوا نشوف راي ضيوفنا والناس في الشارع عن الكلام ده ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام. لا هو بيأكد كلامه، هو ربنا مش بينفي الكلام اللي بيقوله عن نفسه. لا الاله الحقيقي وحده اللي هو الله والابن والروح القدس. المسيح هو الله لانه الاب والابن واحد. مش عارف. لا حاشا لله، لان لا احد يستطيع ان يعرف الله الاب الا بمعرفه الابن. لا المسيح هو الله. ان هو لا طبعا هو الاله الحقيقي وحده، لكن هو هنا كان بيتكلم كانه انسان بيقول ان هو الله، بس الله بس هو اللي عنده الحياه الابديه. لا هو الله، بس هو ما هو جه كعبد عشان يتم مشيئه ابيه في انه يخلص الناس، فهو بيتكلم كانسان كرسول. لا هو الله. لا بس هو ممكن يكون في الصلاه دي كان بيتكلم كانسان بيشهد للاب في الوقت ده، فعشان كده اظهر ان هو الاب هو اللي ليه مجد وان هو بيشهد له. هو المسيح لما صلى عشان يعلمنا احنا نصلي، لكن هو الله وصلى للاب لكن عشان يعلمنا احنا نصلي. هو الله بس كانسان وهو موجود على الارض بيعلمنا ازاي ان احنا نصلي، فهو بيصلي للاب علشان نعرف الاب كهو الحق الوحيد. هو الله رب يسوع هو الله. لا هو كان عايز ياكد لهم انه هو الاله فعلا، ان هو الابن ابن الله الحقيقي اللي بعته علشان الناس تصدق ان هو فعلا الاله الحقيقي. هو الرب يسوع هو نفسه الاله الحقيقي، بس هو جاي متجسد، فهو بيتكلم عن نفسه كاله ونفس الوقت هو انسان لكن ما اتغيرش. كل موقف كان السيد المسيح بيقول فيه مقوله بيمس بيه عقليه معينه او افكار معينه، لكن هو الله مفيش شك فيه. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء، بنتكلم في حلقتنا النهارده عن صلاه المسيح المذكوره في انجيل يوحنا واصحاح 17 والعدد الثالث، لما بيقول هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. سؤال حلقتنا النهارده، ازاي هو بيقول للاب انت الاله الحقيقي وحدك، وازاي بيقول له انت ارسلتني، وبالرغم من كده احنا بنقول او المسيحيه بتعلم ان المسيح هو الله، ازاي هو الله وبرغم من كده بيصلي بيقول انت الاله الحقيقي وحده؟ تعالوا نشوف توضيح مهم جدا من ضيوفنا واجاباتهم على السؤال ده ونرجع مره ثانيه نكمل كلام. اقتطاع جزء من النص ومحاوله فهم تعبير او لفظ بالاستقلال عن سياق النص او الاعلانات الاخرى اللي ذكرت في الكتاب المقدس تعتبر مغالطة كبرى. من الصعب جدا احنا نحاول نفهم كلمة مستقلة عن الباقي، لكن الصورة بتوضح اكتر لما نقرأ الجزء بالكامل. وفي الآية اللي ذكرت الآن عشان نفهمها كويس ونعرف اذا كانت تؤكد ألوهية المسيح ام تشكك فيها، نقرأ اللي قبلها واللي بعدها. الآية السابقة اللي المتكلم فيها هو المسيح ايضا يكلم الآب ويقول: إذ أعطيته سلطانا على كل ذي جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. مين الشخص اللي يهب حياة أبدية غير الله ذاته؟ كمان العبارة اللي بعدها يقول: مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل كون العالم. مين اللي كان مع الله قبل كون العالم إلا الابن؟ اقنوم الابن الله بذاته. إذن الكلام هنا يؤكد أن المسيح هو الله، هو ابن الله، أي الله الظاهر في الجسد. وأجزاء كثيرة في الكتاب تؤكد أن المسيح هو ابن الله. نأكد أن مشكلة كبيرة جدا عند الناس في فهم أمور كثيرة عن المسيح عدم فهمهم للطبيعتين، لفكرة أن المسيح وهو هنا على الأرض نحن نتقابل مع الله بكل معنى كلمة الله ونتقابل مع إنسان بكل معنى كلمة إنسان.
فلما الله خد صورة الإنسان وجاء الرب يسوع ليعلن لنا الله، هو كان في نفس الوقت الإنسان الكامل بكل معاني الكلمة. هنا الذي يتكلم هو الإنسان الكامل، عشان كده بيتكلم مع الله على اعتبار أنه هو الإله الحقيقي الوحيد، بالمقابلة مع كل الآلهة المزيفة، بالمقابلة مع الآلهة المتعددة عند ناس كتير جدا. عايز يقول أنت شخص متميز، وكإنسان المسيح مرسل من الله، ده واحد من وظائفه الواضحة عنه في كل الكتاب أنه مرسل من الله. فهو هنا لا ينكر لاهوته، لأن باقي الكلام بيؤكد أنه مش شخص عادي. تكلم يقول له أحببتني قبل إنشاء العالم، وتكلم يقول المجد الذي لي ومن أجلهم أقدس أنا ذات. ده شخص صاحب سلطان اللي بيتكلم هنا هو. عشان كده هو جدير بينا أن احنا ناخد بالنا من المتكلم أو بأي صفة يتكلم. هنا يتكلم بصفته ابن الإنسان وليس ابن الله، عشان كده كان النص الذي سمعناه. لكن باقي الإنجيل كله وباقي كل الأناجيل لم يفتأ الرب أن هو يؤكد على أنه هو والآب واحد. في الحقيقة الرب يسوع في الآية دي البعض الناس مش فاهم أنه بيتكلم عن نفسه مش كالله، لكن بيتكلم عن نفسه كإنسان. فطبيعي جدا أنه يقول أن الغرض أن الناس تعرف الله وحده أو الإله الحق وحده. ليه؟ لأنه الله وحده يقصد الله بأقانيمه المثلثة، وهو بيتكلم عن نفسه هنا كإنسان، يقول يسوع المسيح الذي أرسلته. لكن نقدر نزود نقطة مهمة جدا، أنه لما قال العبارة دي ما قالش يسوع المسيح الذي أرسلته والأنبياء مثلا، لكن وقف عند أن الحياة الأبدية أن احنا نعرف الله الحي الحقيقي ويسوع المسيح ويسوع المسيح الذي أرسله. مهم جدا أنه ما جابش أي حد من الأنبياء، مهم جدا. ليه؟ لأن من خلال الرب يسوع كإنسان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، نقدر نعرف الله، نقدر نتواصل مع الله. زي ما هو قال في فيلبس مرة: من رآني فقد رأى الآب. أو زي ما تقال في بداية رسالة العبرانيين، الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. مش بابنه زي ما تكلم بالأنبياء، لكن في ابنه، يعني من خلال تجسد المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، نستطيع أن نعرف الإله الحقيقي وحده. لكن لو حبينا يعني نركز على اللفظين كلمة وحدك وكلمة أرسلته، أولا كان لازم يقول وحدك لأنه بيكلم الآب باعتباره الإله الحي الحقيقي، بالمقارنة بالآلهة الأخرى، آلهة الوثنيين اللي ما لهمش وجود، لأنه الله واحد. فبيكلم الآب يقول أنت الإله، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، لأنه ما فيش إلا إله واحد. وبالفعل الله واحد، صحيح الوحدانية جامعة وفيها أقانيم اللاهوت الثلاثة، لكن لما بيخاطب الآب ويقول له وحدك، لا يقصد أبدا في أي مرة بيقول له وحدك أنه وحدك كالله اللي ليك جوهر إلهي مستقل عن الإبن، لكن وحدك بالمقارنة مع المدعوين آلهة وهي ليست آلهة. صحيح نحن نؤمن بالله الواحد، ونؤمن أنه جامع في أقانيمه الآب الابن الروح القدس، ورغم أنه متعدد الأقانيم وبنفهم عددهم من حتت كثيرة في الكتاب المقدس، لكن لازم نفهم أنهم مع تعدد الأقانيم جوهر واحد، ذات واحدة، لاهوت واحد. فالرب يسوع في صلاته الجميلة في يوحنا 17 بيكلم الآب أو بيكلم اللاهوت أو بيتكلم مع الجوهر، وهم جوهر واحد. فالرب يسوع بيقول له أنت الإله الحقيقي وحدك. ليه؟ هم الثلاثة الآب والابن والروح القدس جوهر واحد، فلما يتكلم مع الجوهر يقدر يقول له أنت الإله وحدك. وده بيعلمنا حاجة، إن احنا ممكن نقول على الأقانيم الثلاثة أنهم الله، لكن ممكن نقول بثقة كمان أن الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. صحيح ما أقدرش أقول أن الله هو الآب، أو أقول أن الله هو الابن، أو أقول أن الله هو الروح القدس،
لكن أقدر أقول أن الابن هو الله، الآب هو الله، الروح القدس هو الله. ليه؟ لأنهم هم التلاتة، الأقانيم التلاتة، جوهر واحد، ذات واحدة، لاهوت واحد. كمان عبارة أرسلته ليست معناها أن الابن أقل من الآب، أن المسيح أقل من الآب، هو مساوي لله تماما. هو اللي قال في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد. لكن أرسلته بمعنى أنه إرسالية الآب للمسيح، الإرسالية اللي اتفق فيها كل الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، كانوا متفقين تماما بنفس الدرجة، كانوا متعاطفين ومشتركين في الإرسالية بذات الدرجة. المسيح نفسه لما بيقول في يوحنا 16 من عند الآب خرجت، وبيقول إنه إلى وأتيت إلى العالم، بعدها يقول وأترك العالم وأذهب إلى الآب. لما يقول الأفعال دي خرجت أتيت أترك أذهب، هل يقصد اللاهوت؟ لا طبعا، اللاهوت لا منزه عن المكان والزمان، اللاهوت لا يمكن أن يخضع للتحيز بحيز، ولكن هذه العبارات لا تقصد أبدا أن يفهم منها أن المسيح أقل من الآب، لأنه كما أرسله الآب هو أيضا خرج بإرادته، لأن أقانيم اللاهوت متحدة معا بلا انفصال، متحدة بلا اختلاط، لكن في ذات الوقت تتميز عن بعضها البعض. بنفهم أن هذه الإرسالية تختلف تماما عن أي إرسالية هنا في الأرض. هذه الإرسالية ليست معناها إطلاقا الانتقال من مكان إلى مكان، لكن هذه الإرسالية هي ظهور المسيح كإنسان هنا على الأرض. فالإرسالية تعني اتفاق المشيئة بين الأقانيم الثلاثة، فالآب أرسل الابن، والابن أرسل نفسه، زي ما بيقول لنا من عند الله خرجت، أو بيقول لنا خرجت من عند الآب. الروح القدس أيضا أرسل الابن بحسب ما جاء في إشاعة 48:16. فنفهم أنهم متفقين في المشيئة تماما، أن يأتي أقنوم الابن إلى هذا العالم مظهرا نفسه في هيئة بشرية أو كإنسان حقيقي، يقدر يكلمهم ويقدروا يتلامسوا معاه. فالمقصود هنا هو اتفاق المشيئة واتفاق الإرادة بين الأقانيم الثلاثة. مشاهدينا رجعنا لكم في آخر جزء في حلقتنا النهاردة. كان كلام مهم جدا ان احنا نسمع انه المسيح وهو بيصلي لازم ناخد بالنا من الفرق الكبير، انه المسيح لما كان بيصلي بيصلي كإنسان كامل، وعشان هو بيصلي وهو إنسان كامل فالطبيعي جدا وهو بيصلي يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، الطبيعي جدا كإنسان يقول أنك أنت يا رب اللي أرسلتني، لأنه هو كان مرسل من الله كإنسان. وده مهم جدا، وده هيحللنا مشاكل كتيرة جدا في الكتاب المقدس، وأمور كتيرة بتخفى عننا بسبب أن احنا مش عارفين الفرق ما بين أنه المسيح كان إنسان كامل لكن في نفس الوقت كان هو الله بنسبة 100%. محتاجين نعرف توضيح تاني أكتر للأمر ده، فتعالوا نشوف في الجزء الأخير من حلقتنا توضيح مهم للكلام والسؤال اللي بنسأله في حلقتنا، ونرجع مرة تانية نكمل كلام. خلونا نتفق على بعض المسلمات. أولا أن الله كروح لم يره أحد قط. عندما أراد هذا الإله الذي لا يرى أن يتكلم مع الإنسان لأنه يريد أن يعبر عن نفسه، كيف فعل هذا؟ إحنا بنؤمن أنه عمل كده من خلال المسيح، تمام. لما نقرأ الآية كده بالمنطق ده هنفهم الآية بشكل مختلف. الآية في نصها الأصلي بتقول إيه؟ بتقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، مش ويسوع المسيح، لا، بيسوع المسيح الذي أرسلته، ب أي بواسطة يسوع المسيح الذي أرسلته. يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، طب إزاي؟ من خلال يسوع المسيح الذي أرسلته، مش يعرفوك أنت ويسوع، لا، بيسوع. خلينا نشرحها من خلال آية أخرى، قارنين الكتاب بالكتاب عشان نحط النصوص جنب بعض فالأمور تبقى أبسط. في متى أصحاح 11:27 بيقول المسيح له المجد،
لا يعرف الآب إلا الابن، ولا يعرف الابن إلا الآب، ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا نشرحها ببساطة. الوحيد اللي يعرف الله اللي محدش يعرفه هو شخص المسيح، والوحيد اللي يعرف شخص المسيح اللي الناس كلها عارفاه هو شخص الله الآب. تعبير جامع مانع، الاثنين يعرفوا بعض ومحدش يعرفهم غير بعض. لكن مين اللي يمكن أن يعرف الإله الحقيقي وحده عشان ياخد الحياة الأبدية؟ زي ما بنقول في الآية اللي أصلا بنسأل فيها النهاردة، مين؟ الابن. ومن أراد الابن أن يعلن له عن هذا الإله اللي محدش شافه. يبقى نقول تاني، الله الآب يعرفه الله الابن، والله الابن يعرفه الله الآب. هذه الوحدة يمكن أن تعبر إلينا من خلال الابن. ومن أراد الابن أن يعلن له هو من يمكن أن يعرف الآب والابن. لما نمسك بقى النص ده ونحطه بشويش جنب النص الأولاني، يبقى نقول هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي وحدك أي الآب، بيسوع المسيح أي بالابن، ومن أراد الابن أي يسوع المسيح أن يعرفه. يبقى نقول تاني، من غير يسوع المسيح محدش يعرف الآب، وبالتالي محدش لأنه معرفش الآب ياخد الحياة الأبدية. عشان ياخد الحياة الأبدية لازم أعرف الآب، وعشان أعرف الآب لازم أعرف الابن، والابن هو اللي يعرفني بالآب، وأنا أعرف الآب من خلال الابن، والابن من خلال الآب. أتمنى ما تكونش المسلمات دي دخلت في بعض. مشاهدينا ورجعنا لكم في آخر جزء في حلقتنا، نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، نتمنى تكون الإجابات واضحة وكافية جدا لسؤال حلقتنا النهاردة. انتظرونا في الحلقة الجاية من برنامج المسيح من هو، وما تنسوش ترسلونا على العناوين الموجودة قدامكم على الشاشة، اكتبوا لنا اقتراحات وآراء عن البرنامج، اكتبوا لنا أسئلتكم الخاصة بشخصية المسيح أو أقوال المسيح علشان نناقشها في الحلقات اللي جاية. منتظرينكم في الحلقة الجاية من برنامج المسيح من هو.